السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا طلبة، مرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات numerical analysis ضمن موضوع numerical solution of ordinary differential equation. إن شاء الله اليوم الطريقة اللي راح نقدمها طريقة آدم باشفورث explicit method. هذه الطريقة طبعا راح نستخدمها احنا في حل مسائل القيم الحدودية اللي هي في طريقة آدم باشفورث explicit method، راح نستخدمها لحل الـ initial value problem اللي تكون على شكل y برايم يساوي لنا f of t مع الـ y، حيث أن قيمة t تكون محصورة ما بين القيمتين الـ a والـ b. الشرط الابتدائي عندك y of الـ a يساوي لنا الفا. احنا هنا طبعا راح ناخذ عدة أنواع من طريقة الآدم باشفورث. بالبداية راح ناخذ آدم باشفورث التو ستيب. هاي الآدم باشفورث 2 ستيب تحتاج إلى قيمتين الابتدائيات، القيمة الأولى اللي هي W0 والقيمة الثانية اللي هي W1. معادلتها كالآتي: WI زائد 1 يساوي لنا WI زائد H على 2 مضروبة في قوس اللي هو 3 في F of TI مع WI ناقصا F of TI ناقص 1 مع WI ناقص 1. العداد لهذه المعادلة يبدي من الواحد والثنين ويستمر إلى حد N ناقص 1. أوكي؟ احنا نتوقف هاي الطريقة. مثلا اذا عندك عدد الفترات الجزئية خلنا نقول فرضا 10، الان 10، فانت هنا هاي الطريقة مالتك تبدي تعوض 1 2 3 4 الى غاية 9، تعوضها مكان هذا الاي. واضح؟ بيها مقدار خطأ اللوكال تراكشن ايرار اللي هو تي صب الاي زائد 1 اوف الاتش يساوي لنا 5 على 12 الواي دبل برايم اوف الميو اي مضروبة في H تربيع. الميو اي تنتمي الى الفترة تي اي ناقص 1 والتي اي زائد 1. نجي هسه على آدم باشفورث الثري ستيب. واضح؟ هاي الثري ستيب لازم تحتاج الى 3 قيم ابتدائية. واضحة؟ تحتاج 3. مثلا هسه قبل شوية اخذنا 2 ستيب بها قيمتين ابتدائية، هسه الثري ستيب بها 3 قيم ابتدائية. شنو المعادلة مالتها؟ المعادلة مالتها دبليو اي زائد 1 يساوي لنا دبليو اي زائد H على 12، 23 مضروبة في A في TI مع WI ناقصا 16 A في TI ناقص 1 مع WI ناقص 1 زائدا 5 في A في TI ناقصا 2 مع WI ناقص 2. هاي المعادلة تعوض تبدأ تعوض بيها أو تشتغل عليها من الـ I يساوي لنا 2، بعدها 3 و 4 و 5 إلى حد N ناقص 1. اللوكال تراكشن ايرور شو يساوي لنا؟ تي صب الاي زائد 1 اوف الاتش يساوي لنا 3 على 8 في المشتقة الرابعة للواي اللي هي هاي الدالة اللي تعطيك اياها انيشال فاليو بروبلم، تعوض بها الميو اي مضروبة في اتش تكعيب. الميو اي تنتمي الى الاي ناقص 2 مع الاي زائد 1. واضح؟ تنتمي الى هاي الفترة. ننتقل هسه على الطريقة الاشهر او الاكثر انتشارا طبعا والشائعة بآدم باشفورث، هي هذا الجزء اللي هو 4 ستيب. ال 4 ستيب لازم تتوفر معاه كذلك شنو؟ 4 قيم ابتدائية W0 والW1 والW2 والW3. واضح؟ المعادلة مالتك الآتي: WI زائد 1 يساوي لنا WI زائد H على 24 تضربها في قوس. بالبداية 55 في A في TI مع WI ناقصا 59 في A في TI ناقص 1 مع WI ناقص 1 زائدا 37 في F في TI ناقص 2 مع WI ناقص 2، آخر حد ناقصا 9 في F في TI ناقص 3 مع WI ناقص 3. العداد من مين راح أبدأ إذا أشتغل على هاي الطريقة؟ إيش قد راح أبدأ أعوض؟ شنو أول تعويض إليها؟ أول ما تعوض بالآي تبدأ بالثلاثة والأربعة والخمسة والستة وتستمر. إيش وقت أتوقف؟ إذا ما تشتر التوقف عندك في المثال تتوقف الى حد n ناقص 1. اللوكال تراكشن ايرور كالاتي: تي صب الاي زائد 1 اوف الاتش يساوي لنا 251 على 720 مضروبه في المشتقه الخامسه للواي اوف الميو اي مضروبه في اتش اس 4. الميو اي تنتمي الى الفتره تي اي ناقص 3 مع تي اي زائد 1. هذا هو مقدار الخطا لطريقه الفور ستيب ادم باشفورث. نجي على اخر جزء اللي هو آدم باشفورث الفايف ستيب. بالفايف ستيب لازم عندك شنو؟ 5 قيم ابتدائية. تبدو W0 والW1 والW2 والW3 والW4. طبعا بالمناسبة W0 تعطيك اياها بالمثال
دائما تجيك انت المعادله التفاضليه الاعتياديه مع شرط ابتدائي. هذن شلون احصلهن؟ هسه راح اقول لك ان شاء الله شلون تحصلهن. المعادله مال الفايف ستيب دبليو اي زائد 1 سوينا دبليو اي زائد ان اتش على 720 في تضربها في قوس اللي هو 1901 مضروبه في الداله اف تي اي مع الدبليو اي ناقص 2774 في الداله اف تي اي ناقص 1 مع الدبليو اي ناقص 1 زائدا 2616 في اف تي اي ناقص 2 مع الدبليو اي ناقص 2 ناقصا 1274 في اف تي اي ناقص 3 مع الدبليو اي ناقص 3 زائدا 251 في اف تي اي ناقص 4 مع الدبليو اي ناقص 4. بهذه الطريقه العداد مالتك تبدا انت تعوض او تحسب عندما الاي يساوي لنا 4، بعد ما تكملها تاخذ الاي 5، بعد ما تكملها تاخذ الاي 6 الى حد الان ناقص 1. ايش قد اللوكال تراكشن ايرور؟ ايش قد عندك مقدار الخطا في هذه الطريقه؟ يساوي لنا كالاتي 95 على 288 في المشتقه السادسه اوف الميو اي في اتش اس 5. الميو اي تعوضها او العفو ناخذها ضمن الفتره التي اي ناقص 4 مع التي اي زائد 1. هذا هو مقدار الخطا على طريقه الادم باشفورث الفايف ستيب. نجي على هسه ذن القيم الابتدائيات، يعني هسه احنا مثلا بالفايف ستيب عندنا 5 قيم ابتدائيه، بالفور ستيب عندنا 4 قيم ابتدائيه، بالثري ستيب عندنا 3، بالتو ستيب عندنا 2. بالمثال انا اعطيك وحده، اعطيك فقط الدبليو نوت، واضح؟ او في بعض الاحيان يعطيك الدبليو 1 والدبليو 2 اذا يريد يختصر عليك الحل، واضح؟ ولكن في بعض الأمثلة ما يعطيك الـ W1 والـ W2 والـ W3. هذن شلون راح نحسبهن؟ نحسبهن إن شاء الله حسب هذه الملاحظة. The starting values in above equation must be specified and generally by assuming W0 يساوي لنا ألفا and generating the remaining values by either Ransquattle or Taylor method. هنا يقول إذا ما عندك الـ W1 وإذا ما عندك الـ W2 والـ 3 إلى حد خلنا نقول الـ 5، شلون تحسبهن؟ تحسبهن اما باستخدام طريقة الرانشكوتة او طريقة التايلر ميثود. واكو طبعا هناك احنا اذا اعطاك بالمثال الاكزاكت الموجود عندك بعد ما يحتاج ذن الرانشكوتة والتايلر، مثل ما احنا ناخذ هسه بهذا المثال. ناخذ امثلة تطبيقية على هاي ذكرناها قبل شوية. Solve the initial value problem اللي هي المعادلة مالتنا y برايم تساوي لنا y ناقصا t تربيع زائد 1. التي محصور ما بين الصفر والثنين. الشرط الابتدائي الانيشال فاليو واي اوف الصفر يساوي لنا 5 بالعشرة. الصفر نقصد به الاكس نوت او التي نوت العفو، وال 5 بالعشرة نقصد بها الواي نوت الدبليو نوت كيفكم حسب الرمز اللي انتم تستخدمونه. هاي نحل المعادلة باستخدام الادم باشفورث التو ستيب اكسبليسيت ميثود and use the exact value المعطى بهذا الشكل. هاي طبعا شنو المعادلة الأصلية والمعادلة الحقيقية للإلمن لهاي المعادلة التفاضلية اللي هي the exact value y of t ساوينا t زائد من 1 الكل تربيع ناقصا 5 من 10 مضروبة في exponential t. زين، هو هنا بالمثال ليش اعطاك الاكزاكت؟ اعطاك الاكزاكت حتى تحسب بيها الانيشال فاليو تحتاجها، يعني انت مو باستخدام ادم باشفورث التو ستيب تحتاج الى قيمتين ابتدائيات. هاي القيمه الاولى الدبليو نوت والدبليو 1 من تحسبها؟ الدبليو 1 تحسبها عندما تعوض التي 1 في هذه المعادله، واضح؟ الاتش مالتنا هنا هي 2 بالعشره. هسه احنا راح نجي نشتغل على الادم باشفورث التو ستيب. الادم باشفورث التو ستيب اول شيء نبدأ بالدبليو نوت موجودة عندنا بالسؤال يساوي لنا 5 بالعشرة. الدبليو 1 معناتها عوض التي 1 في هاي المعادلة الاكزاكت. التي 1 نقصد بيها شقد؟ 2. ليش؟ لان الاتش مالت 2، فالصفر زائد 2 بالعشرة 2 بالعشرة هاي التي 1. التي 2 4 بالعشرة. التي 4 شقد؟ نستمر المن حد مثلا 6 بالعشرة 8 بالعشرة. الدور شي جي عندنا 1 1 بال 1 عدد صحيح و2 بالعشرة 1 عدد صحيح و4 بالعشرة الى ما نصل الى 2. فراح نعوض، راح نعوض بالاكزاكت 2 بالعشرة، فصير 2 بالعشرة زائد 1 تربيع ناقصا 5 بالعشرة في اكسبونيشال 2 بالعشرة. هاي طبعا هي مجرد عملية حسابية، نجرى هذه العملية الحسابية باستخدام الحاسبة ويطلع عندنا الناتج مالتنا هذا الظاهر كالآتي.
هذا شيء مثل دبليو 1 وهذا دبليو نوت جيد. هسه انا قيمه دايه صارت عندي جاهزه، نكتب معادله الادم باشفورث تو ستيب اللي هي كالاتي، هاي الظاهره امامنا. هسه احنا جحنا شو نسوي؟ مجرد شنو بس نعوض. طبعا الاف التي اي مع الدبليو اي نقصد بيها 3 في الدبليو اي ناقصا التي اي تربيع زائد 1، وهاي هم كذلك ما بس عندنا دبليو اي ناقص 1 ناقصا تي اي ناقص 1 تربيع زائد 1، اعوض عنها. انا هسه راح ابدي بالعداد مالتي. اذا تتذكرون قبل شوي قلت بالتو ستيب نبدي من الاي من الواحد، فعندما اعوض هنا ومكان الاي 1 راح يصير شنو؟ دبليو 2 يساوي لنا دبليو 1. طلعنا قيمتها هاي كالاتي زائدا الايش قيمتها 2 بالعشرة على 2 3، راح نعوض بهذا النقطة. ناش نقصد بيها دبليو 1 ناقصا تي 1 تربيع زائد 1، نعوض عن قيمهن. التي 1 هو 2 بالعشرة تربيع زائد 1، وهذا قيمة دبليو 1. طبعا هذا القوس نضرب فيه 3 مو تنسون، ناقصا نجي على هذا الحد. هناش نقصد بيه دبليو نوت ناقصا تي نوت تربيع زائد 1. الدبليو نوت قيمتها 5 بالعشرة جيد، التي نوت تربيع معناتها 0 تربيع قيمتها 0، فهذا الحد يروح، يبقى عندي بس زائد 1 فيصير 5 بالعشرة زائد 1. فنجي على انسل، فهاي المعادلة تصير مجرد عبارة عن عملية حسابية تحسبوها باستخدام الحاسبة ويظهر عندكم هذا الناتج اللي هو الدبليو 2. الدور نشتغل بعد شنو؟ عندما الـ i يساوي لنا 2، فمن نعوضها هنا راح يصير w تكعيب يساوي لنا w تربيع زائدا h على 2 3 في w ثانية ناقصا t 2 تربيع زائدا 1 ناقصا w 1 ناقصا t 1 تربيع زائد 1. هذن القيم كلهن موجودات عندك، انت بس تجي على الجاهز تعوض، يعني تعوض مكان w 2 هاي قيمتها، تعوضها ناتج تعوضها تكتبها بالمعادلة. 2 بالعشرة على 2 قيمتها 1 بالعشرة، يعني أنا رأسا طلعت ناتج القسمة فكتبتها 1 بالعشرة. 3 في W الثانية موجودة قيمتها، التي 2 تربيع معناتها شنو؟ معناتها هنا تي 4 بالعشرة تربيع زائدا 1، هذا القوس الأول الكل مضروب في 3. نجي على القوس الثاني W1 هذا قيمته T1 تربيع معناته 2 بالعشرة تربيع زائد 1. هاي العملية الحسابية نقوم بحسابها باستخدام الحاسبة ويطلع عندنا الناتج كالآتي. طبعا انت هسه بعد ما تتوقف، انا ما قايل لك شو كنت تتوقف بالمثال هذا، فالمفروض تطلع بعد عندك شنو؟ طلع عندك بعد التي تي 4 والتي 5 والتي 6 والتي 7، بس انا مطيك يعني لحد التي 6 وتوقف حتى ما نطور المثال عليك. هذا كتمرين لكم تحسبون لحد ناتج التي 6. نجي على المثال الثاني. انا تعمدت بالمثال الاول اعطيتكم التو ستيب وناس راح ناخذ الفور ستيب، هذني اشهر يعني طرق بالادم باشفورث واللي هي الأكثر استخداماً وتداولاً. عندنا الانيشال فاليو بروبلم مالتنا المعادلة y برايم يساوي لنا x ناقصا y تربيع، ومطيق قيم ال y نوت وال y 1 وال y 2 وال y 3 وال y 4 لعفونا y 3. فهذني شي مثلنا هذني القيم، هذني مثلنا القيم الابتدائية عندك، يعني هنا هاي تمثل ال w نوت، هاي تمثل هنا ال w 1 واضح. هاي القيمة هي تمثل W1، هذا القيمة تمثل شنو ناتج W2 وهذا W3. فأنت ما طول مطيق 4 step فمعنى تعدك لازم شنو 4 قيم ابتدائية. زين شيل من عدك، راح نحسب الانيشال فاليو عندما X تساوي لنا 8 بالعشرة، بس بهاي X 8 بالعشرة بس هذا الخطوة تحسب لي اياها. واضح. زين انا سويت جدول. ليش سويت جدول؟ واحسب بيه التعويض مال الدوال حتى من اكتب قانون الادم باشفورث الفور ستيب ما راح ادوخ بالتعويض واحسب الدال، احسبها لقدام قيم ناتج التعويض، وانا بالقانون اجي اعوض مباشر واحسب الناتج بصوره سهله وبسيطه. فنبدي عندما انا عندي اكس نوت وعندي دبليو نوت، واضح هنا هاي الـ X نوت هاي صفر والـ W نوت هم صفر،
تعويض بالدالة ايش راح يطلع عندك؟ راح يطلع عندك الاكس ناقص الدبليو تربيع، طبعا هنا الواي تربيع، خليت انا مكانها دبليو، فمو شرط هي عباره عن رموز، فانت تقدر تخلي دبليو، تقدر تخلي واي، تبقيها براحتك. بس انا شنو خليتها دبليو حتى انت تربط مع القوانين اللي عندك، وهاي الاكس تقدر تخلي مكانها تي، تي تبقيها اكس، فتجي تعوض صفر ناقص صفر تربيع يساوي لنا صفر. زين الاكس 1 2 بالعشرة، هاي الاكس 1، الW1 قيمتها شكيت 2%، فالX1 2 بالعشرة والW1 2%، العوضن في الدالة of off الX1 والW1 شطلع عندك 2 بالعشرة ناقص 2% تربيع، العفو صحيح بس كنت 2% تربيع، يطلع عندك الناتج كالآتي 1996 بمن بالألف. الX2 4 بالعشرة، W2 هاي قيمتها، واضح؟ تجي تعوضها وين؟ في F في الX2 والW2، يعني نعوضها بهاي المعادلة، من تعوضها يطلع عندك هذا الناتج، عندك الX3 وعندك الW3 تعوضها بالF يطلع عندك هذا الناتج. نجي الX4 هو 8 بالعشرة بس الW4 هو الرايدة من عندك، واضح؟ هو الرايدها من عندك ورايد من عندك التعويض مال الاف الاكس 4 والدبليو 4. زين احنا عندنا طريقه التحافظها، طريقه الفور ستيب ادم باش فورث، هاي هي الطريقه، من دبليو اي زائد 1 يساوي لنا دبليو اي زائد ان اتش على 24 55 في اف في تي اي دبليو اي ناقصا 59 اف في تي اي ناقص 1 مع الدبليو اي ناقص 1 زائد 37 اف في تي اي ناقص 2 مع الدبليو اي ناقص 2 ناقصا 9 في هذه الداله. عوضت احنا طبعا بالادم باش فورث الفور ستيب يبدا عندك العداد الاي من الثلاثه، فما تعوض هنا ثلاثه حيصير عندك دبليو 4 يساوي لنا دبليو تكعيب زائدا 2 بالعشرة على 24 55 في اف الاكس تك الاكس 3 دبليو 3 ناقص 59 اف الاكس 2 دبليو 2 زائد 37 اف الاكس 1 دبليو 1 ناقص 9 اف الاكس 0 دبليو 0. هذني تلقيهن جاهزات بالجدول، انا ليش سويت الجدول؟ حتى هسه ما اعوض هنا بهذا القانون، هي اصلا بيها شقد؟ بيها اربع حدود وكل حد يمثل داله، وتعوض بالداله وطلعت راح تصير عندك هاي الخطوه جدا صعبه واحتمال تخطا بيها، فلذلك انا استخدمت الجدول، وانت حر تقدر تستخدمه تقدر ما تستخدمه بكيفك. فالدبليو 3 قيمتها صفر عدد صحيح و1762 بالألف، هذا الناتج القسمة مالتنا أو العفو على 2 بالعشرة على 24 55 F X تكعيب والW تكعيب موجودة قيمتها، أنا هسه موجودة بالتعويض يطلع قيمتها 5 صفر عدد صحيح و5689 بالألف، جبت رأس العوضتها 59 F X 2 W 2 هم كذلك موجودة، هاي قيمتها جيت مباشرة وين؟ بس عوضتها، وعوض قيمة الـ F في الـ X1 والـ W1 وعوض F في الـ X0 والـ W0. هسه صار عندك شنو؟ هسه صار عندك القانون بعد التعويض جاهز للحساب، فقط تستخدم عملية الحاسبة يطلع عندك هذا الناتج. هذا الناتج يمثل الـ W4 ويمثل الـ Y of 8 بالعشرة، واضح؟ زين اريدك تحسس، احنا عرفنا W4 ايش قد قيمتها، هذا الناتج مالتها W4 هذا الناتج طلع عندنا مالتها. اريد هسه نعرف من نعوض بالداله مالتنا F اعوض الX4 والW4 ايش يطلع عند الناتج؟ الX4 ناقص W4 تربيع، هذا القانون مال داله الF، الX4 قيمتها 8 بالعشرة، W4 هاي قيمتها اكتبها وتخليها داخل او تحته او ترفع على شنو؟ ترفع على التربيع، تحسبها بالحاسبه يطلع عندك الناتج مال الاف بعد التعويض الاكس 4 والدبليو 4 هو صفر عدد صحيح و707 بالالف. الى هنا طبعا تنتهي محاضرتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.